بعدك يا غالي خيامي يحرقوه. اش قالت بلسان الحال؟ جيتك اخبرك رزية ليه ماتت ترى رقية بمجلس آل أمية يا خويا دخلونا يا خويا دخلونا. قالت بلسان الحال أبا عبد الله وهي تنظر رأس الشري ترضى هلايا يأشروا علي يقولوا سبي زينب ولو بعدك يا غالي ضيع دلالي منه المحامي جابوني أسيرة. وهكذا زينب تندب الحسين إلى أن خرجت من الشام. شو تقول بلسان الحال الآن شلون ترجع زينب إلى المدينة؟ أنا بيا وجه أطوف المديه وش أقول اللي ناشد حسين ويه جثة بلا رأس بلا رأس وعباس البطل قطعة ويمينة قالتني منين جدني كربلا حسين يا عباس يمي ولا حسين